طبعا في المقابل ذكر سمو الأمير أحمد بن سلطان سهم بأن معلقاتنا امتداد أمجاد هي مجاراة للمعلقات الشعرية تم تقديمها برؤية مسرحية غنائية متطورة، ولكم أن تتخيلوا كمية الجمال والإبداع اللي راح نشوفه بكرة. بس ما أقدر أقول غير يا حظكم يا أهل الرياض، ويا حظ كل اللي راح يكونوا حاضرين في هذه المسرحية. يعني أصحابها الأصليين موجودين في جزيرة العرب، فحق لنا كمملكة عربية سعودية أن نفتخر بهذه المعلقات ونجاريها في دولتنا الرشيدة بملوكها، من سبقوها ومن هم الآن من قادتنا الكرام، مولاي خادم الحرمين الشريفين سمو سيدي صاحب الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال عمل ثقافي فني مسرح غنائي متطور، وهذا يشهد على شيء ظاهر للجميع في العالم، وهو النهضة الحقيقية للمملكة العربية السعودية قائمة عليها في جميع المجالات. ولكن أنا أتكلم فيما يخص مجالنا الآن اللي هو الثقافة والفنون. بإذن واحد أحد أن شيء يسر جميع المتلقين إن شاء الله والجمهور الكريم بشيء غير متعارف عليه جديد، مثل ما قال سمو سيدي نبتدئ.